Muhammad Isa Muhammad Borno State. Muhammad Isa Muhammad Borno State. بأي رواية ستقرأ؟ برواية حفص بن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية تبعوا قبلتك. وما أنت بتابع قبلتهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا
أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد نعم إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل منافع نعم لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا نعم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل على عبده
وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم